والله بالنسبة لمدينة غريان زي ما عارف أنت كان فيها قوات المتمرد خليفة حفتر. المدينة متعطشة لكل شيء، لأبسط حاجة البنزين، وإحنا قمنا بتأمين محطات الوقود في غريان بالكامل، مع أنها ما تستحقش تأمين. الناس ما شاء الله منظمة كلها، والبنزين تكفي الجميع إن شاء الله، والسيارات الوقود مستمرة في تزويد المحطات، وإن شاء الله نطمنوا أخوتنا في غريان إن الأمور طيبة، وإنهم ما عادش يلتفتوا للإشاعات وللقنوات هذه متاع الكرامة، ما عادش ينظروا لها ولا يشوفوا لها. هذه قنوات فتنة. غريان ما شاء الله مأمنة بأهلها وبناسها، أمورها طيبة، ما فيهاش أي مشاكل، والمواطن أموره طيبة، سعيد وفرحان، وغريان فيها أهلها وناسها. هل تواجهكم بعض الصعوبات في عملية التأمين؟ لا والله، احنا يا أخي وقوفنا في المحطات زايد، يعني الناس متنظمة هي وعارفة المجهود لإدارات حكومة الوفاق باش وصلنا للحال هذا.